اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. طبعا في هذا الدرس راح نحكي عن هي المينيو. أنت كيف راح تعمل مينيو زي هاي قوائم؟ طبعا في هذا الدرس راح نتعرف عليه. طبعا في هذا الدرس راح نوجهك كيف نعمل هي قوائم زي هاي، إيش مكوناتها. تمام، طيب قبل ما نحكي إيش مكوناتها اللي هي أنت لازم عشان تعمل مينيو زي هاي لازم تتطلب منك 3 شغلات. الشغلة الأولى اللي هي الحاوية بتاعت المنيو هاي. تمام، في عندك اللي هي هذا، شايفين اللون الأبيض هذا السكني، هذا بكون هذا إيش الحاوية. تمام، طيب هاي أول واحد. حاجة تانية اللي هي هاي اسمها منيو القوائم. طيب لا، الجو المنيو هاي الحاجة التالتة اللي هي تضيفها لي اسمها منيو ايتم يا ناصر. تمام، طبعا لكل شغل أنا حكيتها له أوبجكت له كلاس، لنعمل له أوبجكت من كلاس داخل الجافا. طيب اول شيء في عندك الجي منيو، جي منيو بار. شايف زي ما شايفين في 3 شغلات. جي منيو بار اللي هي الحاوية، انا بقول لك جي منيو بار اللي هي بتكون ايش حاوية للمنيو. تمام، نيجي نعمل جي منيو بار، مثلا نقول له ايش بار، نسمي بار بده يساوي نيو جي منيو بار. تمام، طيب جي منيو بار طبعا بياخدش يكون مستخدم داخله، بس انت بتعرف لك ايش اللي هي ايش الحاوية. تمام، طيب وجيت تشغل مثلا انت هيقول لك مثلا فاضي فيش فيه حاجة. تمام، طيب طبعا جي منيو بار انت لازم كمان تعمل له اضافة، تعمل له اد لمين، تضيف الجيم المنيو بار داخل هي الفريم، لا تقول له بار. تمام، اوكي تمام. الان طبعا مش حيبين يعني عندك، لانه طبعا هو حيبين فاضي زي ما شايفين. تمام، طيب لقيت احنا ايش، بما ان هو حيكون في النص انا لازم اكون اخليه ايش الشمال، لانه الفريم اللي هو الدفء اللي او تبعه بوردر، هنقول له بوردر لي اوت دوت اللي ايش دوت اللي ايش نورث. يعني مثلا انت شغلت هتلاقي ابيض يعني فوق اللي هي زي ما شايفين، هي الابيض هذا الابيض هي هذا مبين، هو هذا المنيو بار اللي هو الحاوية. طيب هو ليش مش كبير؟ لانه فيش فيه حاجة يعني داخله. طيب انا كيف احط منيو؟ احط جي منيو، الجي منيو تمام هي هذه اللي بتكون اللي هي الحاوية بتاعت الجي منيو ايتم. طبعا هو بيتكون مثلا كيف تخيلها مثلا بالضبط كده، في عندك اللي هي عندك الجي منيو هذا المنيو بار. تمام، هذا ايش نسميه مثلا هذا المنيو بار، هاي المنيو بار. تمام، في بداخله بتكون اللي هي ايش اللي هي المنيو، اللي هي ايش المنيو، هاي المنيو، هاي المنيو الاول، هاي المنيو الثاني. تمام، طبعا هذا مثلا نقول هذا الفايل مثلا تسميه هذا رقم 1 رقم 2. اجت منيو داخل رقم 1 راح يكون في اشياء. تمام، ايش هي الاشياء هاي؟ اللي هي مثلا بالضبط كده، اللي هي مثلا عندك هاي المنيو، تمام مثلا عندك هذا ايش هذا اسمه منيو بار. تمام، هذا هي ايش المنيو ايتم. طبعا هي 3 شغلات، هي اول شغلة واحد بدك تعمل له اللي هي عندك هذه 2، وهذه العناصر جواتها 3. تمام، طيب نيجي نكمل. جي منيو بار مثلا نقول له هنا ايش منيو بده يساوي نيو جي منيو. طبعا جي منيو حتدي سترينج، هياخد مثلا سترينج، هو الاغلب يعني هنستخدم السترينج، بس نقول له فايل. تمام، طيب بعد كده المنيو هاي طبعا زي ما شايفين هنا، هاي المنيو اللي هي رقم 2 انا وين ضفتها وين حضيفها؟ حضيفها في المنيو بار. تمام، اللي هو رقم 1 لانه هو حاوية للجي منيو، والجي منيو حاوية للجي منيو ايتم. تمام، طيب الجي منيو حامل هي ايش حضيف، هقول له بار ضف لي بداخلك اللي هي ايش المنيو. تمام، طيب بعد ما ضفتك روح عمل لي ران، وانت عشان تشوف تتأكد انه ضاف ولا لا. زي ما انتم شايفين لو دعست هنا هيقول لك فاضي فيش يعني داخله حاجه. طيب انت كم تضيف داخل جي منيو، داخل المنيو بعرف جي منيو ايتم، اقول له جي منيو ايتم، اقول له ايتم مثلا ايتم، او مثلا اقول له هنا نيو بده يساوي نيو. طبعا نيو هنا مش حتكون هنا، مثلا عندك تقول له فايل بده يساوي اللي هي عندك نيو جي منيو ايتم. طبعا جي منيو ايتم تديها، ممكن تاخديها ايكون، تديها سترينج، تديها سترينج وايكون. تمام، طبعا عندي احنا ايش سترينج، مثلا نقول له ايش نيو فايل.
تمام. طيب اي انت الفايل هاي وين حتضيفها؟ طبعا في عندك المنيو، هاي المنيو هاي مين الحاوية تاعتها؟ المنيو حاوية لمين؟ للايتم، للعنصر هاي. اما المنيو حاويتها اللي هي الجي منيو بار. تمام. طيب يعني حقول المنيو هاي منيو دوت اد لمين؟ بضيف فيها الفايل دوت اد الفايل. تمام. طيب نعمل الان ونشوف. تم شايفين هي عندك نيو فايل. تمام. طيب ممكن كمان تضيف اكتر من شغلة، مثلا ها تكون تضيف حاجات كتيرة. بس عندك هنا نقول له هنا ايش اوبن، نقول له هنا اوبن فايل، هنا مثلا نقول له سيف، بس نقول له هنا ايش اكزيت خروج. تمام. نقول له ايش اكزيت، وهنا نقول له ايش اوبن. طيب تمام الآن وبتشوف. تمام. هاي ضفناها اللي هي الايتم، مع ان هاي قائمة يعني ممكن لو كبرتها شايف بتكون هيك كبيرة، ويعني حاجات يعني حاجة فخمة. طبعا كده احنا يعني بنكون نهينا الدرس. طبعا حنعمل مراجعة سريعة ونشوف. طيب اكيد احنا لو بدك تعمل هي منيو راح يكون عندنا ثلاث شغلات، اللي هي الحاوية اللي هي اسمها جي منيو بار. الجي منيو بار تعمل تحتوي على اللي هي الجي منيو. تمام. طيب الجي منيو بار راح تحتوي على مجموعة من الايتم، مجموعة من العناصر اللي هي الفرعية لها. تمام. طيب الدرس القادم راح نشوف كيف نعمل اللي هي ايش الجي منيو اللي هي هاي. تمام. نعمل مثلا هيك فرعية، حاجة زي هيك، زي مثلا تيجي على هاي بتلاقيها فتحة زي هيك. تمام. ان شاء الله تستنوا الدرس القادم. اي سؤال اي استفسار راح اجاوب عليه، والسلام عليكم.